يلعب الدور ديال وسيم، هو الاخ الاكبر ديال ولاد علي، هو النصوح، هو اللي كيوريهم الطريق فين يمشيو، وهو اللي كيحاول يجتنبهم المشاكل غير ذلك، ولكن في العمق راه هو مول المشاكل ومول الصداع ومول كل شيء. زوينه الحمد لله، فوالا الحمد لله. ملي كتكون مع لو جروب راه كتعطي له ماكسيموم. شرف لي انني نكون دائما يعني خدام مع الدراري، سواء مع رشيد يسار وكاع الدراري كاملين، فملي كتكون معاهم فكتعطي بلوس وكتخدم وهذا. والحمد لله جمعنا واحد الاخوه وواحد هذا، ونتمنوا هاد ولاد علي تكون تتويج لهذا العمل اللي هو جميل.